بدأ تفويج الحجاج المصريين لمشاعري منى وعرفات، كما عملت البعثة الطبية المصرية على وضع خطة للتأمين الطبي للحجاج خلال أداء مناسكهم. يأتي هذا وسط إجراءات أمنية لوجستية ميسرة من قبل السلطات السعودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ها هم ضيوف الرحمن لبوا دعوة الله عز وجل بأداء الفريضة وحج البيت، وبدأوا رحلتهم المقدسة وتفويجهم إلى مشعري منى وعرفات وسط إجراءات لوجستية ومنظمة من قبل السلطات السعودية. البعثة الطبية المصرية على أهبة الاستعداد للتأمين الطبي بالتنسيق مع السلطات السعودية للحجاج المصريين خلال أدائهم المشاعر. تم مرورنا على كافة المستشفيات من قبل فرق المرور الخاصة بالبعثة الطبية. تم الاطمئنان على كافة الحجاج المصريين المنومين داخل المستشفيات. في بعض الحالات الحمد لله تمثلت للشفاء وتم خروجها، وسيتم خروجها حتى غدا صباحا. وفي معظم الحالات المنومة اللي لن تستطيع الخروج من المستشفيات سيتم الاتفاق مع السلطات الصحة السعودية، وتم ترتيب التفويج إلى المستشفيات داخل مشعر عرفات إن شاء الله. احنا عندنا 4 مستشفيات في محيط عرفات و4 مستشفيات في ميناء. عملنا خطة لفريق المرور، خطة هينتشروا فيها على 4 مستشفيات على مدار 24 ساعة، هيكونوا متواجدين، هيسهلوا كل الأمور للحجاج المصريين اللي هيتحولوا على المستشفيات بإذن الله، ويتابعوا الإجراءات الطبية اللي موجودة، ولو في أي إجراء متوقف أو محتاج تواصل مع الجهات هنا في المملكة العربية السعودية إن شاء الله الأمور تمشي بشكل كويس معهم. هنبقى مغطيين 4 مستشفيات طول الوقت لحد ما الحجاج إن شاء الله ينزلوا من الأماكن بتاعة المشاعر. كما حرصت البعثة الطبية على تواجدها وسط الحجاج المصريين بأماكن المشاعر لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم على مدار الساعة. تم الحرص على تواجد أعضاء البعثة الطبية المصرية في منطقة تجمع الحجاج المصريين حفاظا على أداء الخدمة الطبية واستمرار أداء الخدمة الطبية حتى أثناء التفويج وأثناء مرحلة المناسك في البعثة، وحتى يكون هناك تواصل دائم ومستمر مع السلطات وتنسيق مع السلطات السعودية على مستوى المستشفيات والجهات مقدمة الخدمة. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أبدوا سعادة بالغة لبدء الرحلة المقدسة، راجين الله القبول وأن يكون حجهم حجا مبرورا. أتمنى بكل واحد مسلم ينول الحجة وربنا يكرمه ويغفر له ذنبه وجعل رحلة مقبول عند ربنا بإذن الله. الحمد لله إن ربنا كرمنا، وبتمنى للحجاج كلهم كده القبول يا رب والراحة كده والسلام يا رب. فأنا وجينا هنا وربنا تقبل إن شاء الله. هذا حاجة حلوة خالص، الحمد لله ربنا كرمنا وعطانا كتير يا رب، في هيبة للموضوع يعني، ربنا يتقبل مننا جميعا إن شاء الله. سلم على عائلتي وعلى تونس كاملة وعلى أخوانا مصر وليبيا والجزائر والمغرب، كنا خير إن شاء الله، ربي يستر وربي يثبت حجتنا إن شاء الله. إحساس لا يوصف يعني، اللهم لك الحمد حتى ترضى لك. فرحة، رهبة، حلم اتحقق الحمد لله. بقول لك نعمة ما بعدها نعمة، ربنا أكرمنا بها الحمد لله، ربنا يتممها على خير يا رب. أجواء روحانية وفرحة غامرة انتابت ضيوف الرحمن خلال رحلاتهم المقدسة وسط إجراءات لوجستية ميسرة من قبل السلطات السعودية والبعثات النوعية المصرية، ومنها البعثة الطبية التي حظيت بالتأمين الطبي لضيوف الرحمن أينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.